السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتحدث عن خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. راح ندخل إلى هذه الخدمة عن طريق النفاذ الوطني للموارد البشرية. هذه الخدمة هي إعانة الزواج للأيتام، وهي تخص شريحة كبيرة من المجتمع. راح ندخل، أول ما ندخل على الخدمات الإلكترونية. راح يعطيني دليل الخدمات، عندي تصنيفات دليل الخدمات، عندي العمل، التنمية الاجتماعية، القطاع العام. راح ندخل نضغط على التنمية الاجتماعية، راح يطلع لي الخدمات، جميع الخدمات. أنا أروح للخدمات الأفراد، 26 خدمة عندي للأفراد، التوعية والتعريف الوقاية والعنف الأسري وهكذا. طبعا هذه عندي الخدمة اللي راح نتحدث عنها، خدمة إعانة الزواج للأيتام. ندخل على هذه الخدمة، بدء الخدمة. طبعا بيطلب مني إدخال له كلمة المرور أو رقم الهوية وكلمة المرور. احنا طبعا نقدر ندخل التسجيل باستخدام ابشر للنفاذ الوطني. طبعا راح نسجل له اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال الرمز. هنا عندي طبعا ملاحظة، رجاء إدخال اسم المستخدم وكلمة مسجل لدى ابشر، فإحنا راح نسجلهم ويدخلنا إن شاء الله على الموقع. دخلنا الآن على الموقع، راح نبحث عن خدمة إعانة الزواج للأيتام. هذه هي خدمة إعانة الزواج للأيتام، هي خدمة إلكترونية تمكن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بصرف إعانة مالية كدعم للزواج، تصرف لمرة واحدة فقط بحسب الشروط والضوابط. ندخل على هذه الخدمة. الخدمة أطلقت عام 1441 بتاريخ 18/6. هي خدمة إلكترونية تمكن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بصرف إعانة مالية كدعم للزواج، تصرف لمرة واحدة بحسب الشروط والضوابط. راح نشوف الآن بعض الأشياء الهامة الخاصة بهذه الخدمة. شرح مبسط لآلية استخدام الخدمة. تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للخدمات. 2، اختيار المستخدم خدمة إعانة الزواج للأيتام من قائمة الخدمات الإلكترونية. 3، تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار والتعهد. 4، يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة طلباتي من موقع أيضا النفاذ الوطني. الفئات المستهدفة من الخدمة الإلكترونية: طلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة سواء الذكور أو الإناث. قنوات تنفيذ الخدمة، يعني بإمكاننا ندخل هذه الخدمة بشكل إلكتروني عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مثل ما الآن دخلنا، أو يكون القناة الثانية هي فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمناطق المملكة. عندي الآن أيضا الضوابط والشروط. ما هي الضوابط والشروط لتقديم هذه الخدمة هي وإعانة الإعانة للأيتام؟ ما هي هذه الضوابط؟ 1، أن يكون أو أن تكون جنسية المستفيد هي الجنسية السعودية.
2 أن يكون المستفيد على قيد الحياة وقت التقديم على الخدمة. 3 الشرط الثالث أن يكون المستفيد مسجلا لدى الوزارة في نظام رعاية الأيتام. يعني اللي يكون غير مسجل في نظام رعاية الأيتام ما راح يظهر له هذه الخدمة أو راح ترفض، فلازم يكون عنده تسجيل في وزارة نظام رعاية الأيتام. 4 أن يكون للمستفيد حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 5 أن يكون للمستفيد حساب بنكي مفعل، وأن يتم تسجيل بيانات الحساب البنكي في بيانات الحساب الشخصي للمستفيد على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 6 أن يكون المستفيد قد تم إصدار له عقد نكاح في وزارة العدل السعودية. طبعا لازم يكون هو يكون عنده عقد له الزواج يقدم عليه، ومثل ما قلنا أيضا في شرط مهم أن يكون له تسجيل في الوزارة في نظام رعاية الأيتام، الشرط الثالث. آخر شرط ألا يكون قد سبق للمستفيد استلام إعانة الزواج من قبل، لأن هي فقط مرة واحدة تطلب مرة واحدة. آخر شيء اتفاقية مستوى الخدمة. الوقت المتوقع لإغلاق الطلب 15 يوم عمل. في حالة عدم التجاوب، يعني تقدمت على الطلب وصار 15 يوم ما جاك الطلب حسب المدة المحددة اللي هي 15 يوم عمل، يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع. تدخل خدمة صوتك مسموع وطبعا تقدم من جديد إن تأخروا عليك. دليل المستخدم: تعرف على طريقة استخدام الخدمة بزيارة بالضغط على هذا الموقع. الآن راح نروح إلى الدخول للخدمة. طبعا دخول الخدمة راح يرفض لأن غير مسجلين في وزارة نظام الأيتام ولا عندنا عقد للنكاح على أساسه، فأنت تدخل تقدم عن طريق هذا الحقل. فشوف الآن يطلع لي عذرا مقدم الطلب غير مسجل في نظام الرعاية. ولمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على مركز خدمة العملاء 19911 199 111. طبعا هذا الرقم يعطيني جميع المعلومات وكيفية التسجيل في نظام الرعاية للأيتام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.